يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كي بغيتي. شوف اختي، حنا كنشوفوا داك الشيء في البرلمان صداع زاوك هذيك الشيء المصالح اختي عندهم مع بعضياتهم والتمثيليات مع بعض. من بعد كيجلس معاك يقول له دخلتي راه خصها تخدم بنت اختي، خصها تخدم بنت خالك، كيقوز قوز والدروس المسكين اللي ما عنده اللي يهضر عليه والو. دوز دوز هي ود فلان ود فلانه، هذا صاحبي، هذا ود عمتي، هذا ود الحاج، هذا ود حاجه، والدروس المسكين ما كاين اللي يهضر عليه. هما كيحترموا شي بعضهم عاد نحنا اللي كنشوفوهم اون بليس، يعني حتى هما ملي كيهضروا يعني كيكون عندهم الوقت الكافي. ملي كيجي بنكيران يجاوبهم ما كيخليوش الوقت، نوضوا في الاخر كيصفقوا، يعني ما خلوهش يصبي حتى يهضر، ما عذر ما يقول لهم هيداك. انا جاتني بصراحه عندهم الحق، عنده الحق يقول لهم هيداك. اخر فيديو اللي كانت تنشر ديال بنكيران، ديك الهضره اللي كان قال بلا ما نقولوها، هذيك راه هضره ماشي واش دوس التلفازه، هذيك ماشي معقول دوس التلفازه. صراحه الله ما كانش عليه يقول هذيك الكلمه هذيك، ولكن يمكن هو من النفسيه ديالو يعني والغضب ديالو يعني والضغط اللي كان عليه، يمكن قدر هو يخرج اكثر منا. ويعني اي واحد فينا راه يقدر يغلط، يعني الواحد ما كيكون عليه الضغوطات بزاف راه يقدر يقول اي حاجه. هو فعلا سفاهه، انا كنهضر، انا خصني شو هذه خصنا حريه تعبي، انا خصني نهضر نسالي وعاد يجي واحد اخر يعطيني الراي ديالو، ماشي انا كنهضر واحد اخر مقاع يجيب قيبه البال عليا. خليني نعطي انا الراي ديالي وعاد انت ناس عايزك حريه التعبير ديالك، قول لي بغيتي. ملي كيهضر واحد فيهم واحد لواحد يعني نقدروا نستافدوا من هذا، ولكن من ناحيه بالنسبه لي انا كشخصيا كتعجبني داكشي السياسه. بالنسبه لي السياسه كتعجبني بشكل عام، يعني كيعجبني نسمع له ونشوف مع علاش كيهضروا، وبعض المرات يكونوا عاملين شي نقاش مهم، لا نقاش زعما كيكون، ولكن داكشي اللي كيقولوه ما كيطبقوهش. السياسيين هما القدوه ديالنا حنايا، كيخصهم يهضروا على شي حاجه مزيانه ويهضروا بالطريقه اللي مزيانه، ماشي كل واحد كيهضر على المصالح ديالو كيجري على المصالح الحزب ديالو، كيهضروش على مصلحه اللي هي عامه ديال المواطن. فهمت ديك البرلمان اش غنقول لكم، والو ديك البرلمان اللي الهضور غير الخوا الخاوي بلعد النعاس فيه، بلعد النعاسه، هذا ما كيعقل على هذا، بلعد تنادل تما دابيزه، كل واحد كيشبط في اخر. احنا خصنا ديك البرلمان كامل يتقلب ويتعصر ويتغربل، ويجيبوا لنا الناس اللي غتخدم اسيدي، هذوك كاملين سراو المناصب ديالهم، راه سراو البلايص، مرشوا هنايا، احنا كاين الديفو فينا، احنا اللي شدينا ديك 200 درهم وصوتنا عليهم، ولكن دابا من فوق خصنا يتبدل هذا الشيء هذا، واش حنا نزيدوا، احنا باغيين التغيير، والتغيير خصو يبدا من البرلمان.